في الحلقة القادمة سنتحدث عن سورة الحجرات، وهي أيضا سورة مهمة جدا وفيها تأديب. يعني طبعا الحجرات هي نزلت بعد الفتح، الحجرات في العام العاشر، وسورة الفتح في الحديبية، وفي جزء منها بعمرة خاص بعمرة القضاء في العام السابع. وأما سورة الحجرات فهي في العام العاشر أيام الوفود، أيام وفود بني تميم وغيرهم. وكان هناك آيات في عدم في تحريم التقدم والاقتراحات بين يدي النبي والتظاهر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وسبقه بالقول والتجادل بين يديه ورفع الأصوات، وأن هذه قد تحبط الأعمال. كيف قد تحبط الأعمال؟ هذه إن شاء الله يعني نأتي لها تفصيلا في الحلقة القادمة. ولكن يهمنا هنا أن عندما نعرف نزول الصورة، سبب أقصد وقت نزول الصورة، زمن نزول الصورة، تستطيع أن تعرف من هذا كله كيف كان المجتمع، يعني كيف كان النبي يعاني. يعني تصور النبي في حيائه وكذا، كما في الحجرات مثلا، وأناس يتخاصمون بين يديه ويرفعون أصواتهم حتى ينزل أمر إلهي بتقريعهم وبتهديدهم بإحباط الأعمال. هذه يعني يمكن أقرأ آيتين للتشويق حتى تأتي الحلقة القادمة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لماذا هذا في آخر عهد النبي كان هناك زعامات تقريبا، يعني كأنها تريد أن تظهر للوفود بأن لنا الكلمة، يظهر لي ويرفعون أصواتهم وكذا. وقد يكون أيضا من المعنى من باب تأديب هؤلاء للسماع لنبيه عليه الصلاة والسلام والاستسلام لما يقوله وطاعته واتباعه والأدب معه وألا ترفع الأصوات، قد يكون أيضا هذا تحذيرا أخيرا، لأنه في العام العاشر، تحذيرا أخيرا حتى إذا أتت أحداث ورفع فيها الصوت وتنازع الناس بين يديه، يعني ينبغي أن نستذكر هذه الصورة، هذا التحذير إن شاء الله.